دلوقتي هنستكمل النهاردة مع زميلكم محمود أسئلة السيركيوليشن كشفرة. ازيك يا محمود؟ دلوقتي هنبتدي معاك، ايه الفرق ما بين ترو كابيلاريز ونون ترو كابيلاريز؟ الترو كابيلاريز معروف ان هي وظيفتها جلد التشينج، تمام. لكن النون ترو كابيلاريز ما بتعملش جلد التشينج. من امثلتها مثلا الاي بي شنط، الميتا ارتريول. الميتا ارتريول، سؤال، الميتا ارتريول بتوصل ايه وايه مع بعض؟ بتوصل الارتريول بالكابيلاريز، تمام، عن طريق شانلز اسمها ايه؟ فري كابيلاري سبينج. والثرو فير فالف. ثرو فير فالف. انواع الكابيلاريز في الهيستولوجي، بس لازم نقولها برضه في الهيستولوجي، في انواع كتيره، ايه هم؟ في عندنا الكونتينيوس اللي هم النص تمام، في الفينستريتد، تمام، وفي السينسويدال. كونتينيوس موجوده فين؟ كونتينيوس على حسب هي فيها تايت جونكشنز ولا فيهاش. لو ما فيهاش تايت جونكشنز تبقى منتشره في اغلب البادي، وبس بتزداد اللي هي السكيلتال كورتيكوس سموث ماسل. تمام. فيها تايت جونكشنز هي اللي بتعمل لي بقى الدراب برين باريس. تمام. طب والفينستريتد كابيلاريز موجوده فين؟ الفينستريتد موجوده في الكيدني، موجوده في الانتستين، موجوده في الاندوكراين جلاند. طيب الليفر نوع الكابيلاريز اللي فيها كان اسمها ايه؟ سينوسويدال. تمام. سؤال مهم، ازاي بيحصل اكستشينج اوف سبستنس من الكابيلاريز للتيشوز؟ ازاي النقل بيحصل بصفه عامه من خلال الكابيلاريز؟ احنا عندنا اكثر من ميكانيزم. تمام. يعني في مثلا ديفيوجن. تمام. في الفلتريشن. الديفيوجن بيبقى داون كونسنتريشن جريدينت. تمام. بيبقى السمول مولكيولز والووتر سوليبل مولكيولز. تمام. الفلتريشن بيبقى داون. هوقفك سنه يا محمود واسالك، لو ووتر سوليبل مولكيولز يعدي طول الكابيلاري على طول الكابيلاري ممبرين ولا في حته معينه؟ في الاغلب يعني لو ووتر سوليبل مولكيول هيعدي من البور. تمام. في جوه الاندوثيليال سيلز في بورز، وبتختلف حجمها من نوع لنوع. تمام. ولو انا ليبيد سوليبل اعدي ازاي؟ اعدي من خلال الممبرين عادي. بيسموها ايه طريقه النقل دي؟ الليبيد سوليبل؟ اه. الليبيد سوليبل هو سيل ديفيوجن. هي ترانس سيلولار ترانسبورت، ده انا قصدي ترانس من خلال الكابيلاري ممبرين. تمام. ايه هو الفيزيكولار؟ ايه الفيزيكولار ترانسبورت؟ الفيزيكولار ترانسبورت لما بيبقى فيه لارج مولكيول سبيس صعب ان هي تعدي من خلال البلازما ميمبرين، فالبلازما ميمبرين بيعمل ديسكت باي اندوسيتوسس وياخدها. تمام. اندوسيتوسس وبعد كده بيخرجها بره من الاكسوسيتوسس. تمام. في طريقه اسمها الترا فلتريشن، يعني ايه؟ الترا فلتريشن يعني البريشر الجامد يروح عامل بالك سلو. تمام. البريشر جريدينت داون، البريشر جريدينت يروح يطلع البلازما كل الووتر ووتر سوليبل مولكيولز دي، لكن ما طلعش البروتين. تمام. بنسميها سولفنت دراج. ذات از سولفنت دراج. تمام. في سؤال مهم، يعني فازو موشن؟ الفازو موشن هو معناه ان الكابيلاريز كلها في الكابيلاري نتورك بتبقى عماله تعمل سايكلز اوف اوبننج اند كلوزنج. تمام. ده واحد بيفتح والثاني بيقفل، الثاني بيقفل والواحد يفتح. بيبقى عندنا من 6 ل 12 سايكلز بير مينت. تمام. الميكانيزم بتاعه ان هو اصلا الطبيعي ان هو فيه ويك سمباتيك فازو موتور تون في بريك بيز. تمام. فبتشتغل وبتأدي ان هي بتقلل الكابيلاري بلاد فلو والكابيلاري بريشر. لما الكابيلاري بلاد فلو والكابيلاري بريشر يقل عن الانترستيشن فلو بريشر بيضغط الكابيلاري. الكلوزر اوف الكابيلاري هيؤدي ان هو يعمل هايبوكسيا وهيبدا يفتح ويعني يعمل الفازو دايليتور ميتابولايتس ويفتح بريك بيز. مين هم الفازو دايليتور ميتابولايتس؟ عندنا ان الاكسجين يقل، ده لوحده حاجه بتعمل ستيميليشن. الكربون دايوكسيد يزيد. تمام. ان الادينوزين يطلع، ان البوتاسيوم يطلع، اللاكتيك اسيد يطلع. تمام. في ميتابوليك وفي حاجه ثانيه غير الميتابوليك. حاجه ثانيه يعني احنا عندنا ريجوليشن اوف او في ميتابوليك ممكن، وفي الكيميكال هرمون. تمام. غيرهم؟ في كمان النيرفس بس هاز نو افكت، وفي مايوجينيك. صح، هي دي اللي انا عايزها، فكره المايوجينيك الكونتراكشن والريلاكسيشن اللي بتتعمل حسب التيشو نيد. تمام. في سؤال مهم، الكابيلاري بالسيشن عند الارتيريال ان تقريبا كام؟ 5 مللي. صح. وعند الفينوس ان؟ بتبقى زيرو. حتى قالوا الكابيلاريز اللي هي اللاست بارت تو بي بالساتايل. تمام. سؤال يا خالد، سؤال يا محمود معلش، وانت واقف دلوقتي الكابيلاريز اللي في اللور ليمب ممكن تتقطع؟
فراجايل في اللور ليمب ممكن تتقطع ولا تستحمل البريشر العالي اللي في اللور ليمب؟ لا تستحمل البريشر العالي. ازاي؟ عشان اصل هي فيها لارج توتال كروس سكشن اريا. تمام. عندنا قاعده في هذا الامر تقريبا كانت البريشر انفيرسلي بروبورشنال مع التوتال كروس سكشن. بس انا كان قصدي القصه مختلفه شويه يا محمود. لابلاس لو كان قايل لابلاس لو بيقول ان التنشن يساوي البريشر مضروب في الريديوس مقسوم على الرول فيكس. هنا مفيش فول سيكنس عشان الكابيلرز اساسا التنشن ممكن يعلى قوي قوي. فالبريشر اللي جوه الكابيلرز يتناسب مع التنشن اللي بره، فالكابيلرز ما بتتقطعش. اللي جوه عالي، طب واللي بره ما هو عالي بس انا عالي زيه فما بتاثرش نون فراجايل. عشان كده هو النورمال كابيلاري بريشر ان جنرال يتراوح من كام لكام؟ في الارتيريول الاند بين 30 ل 35. تمام. الفينس اند بيقل يوصل ل 10 ل 12. هوقفك واسالك ليه عند الفينس اند الكابيلاري بريشر قل؟ عند الفينس اند الكابيلاري بريشر قل لانه هو اصلا الكابيلاري بريشر كان واخد الفورس بتاعته من الهارت. تمام. فلما دخل في الكابيلاري نتورك يعني والتوتال كروس سكشن اريا العالي جدا ادى ان هو يخسر فوليوم كبير كبلازما ويسترجع منه شويه بس ما استرجعوش كله فالفوليوم بتاعه اقل شويه. تمام كده كلام جميل. هسالك سؤال، ايه هو اللوكال اكسون ريفلكس؟ اللوكال اكسون ريفلكس بنشوفه في التريبل ريسبونس. تمام. التريبل ريسبونس بيبقى اول حاجه ريد لاين بعدين سبلير بعدين ويل. تمام. السبلير اللي هو في النص ده بيبقى سببه ارتيريولا دايليتيشن. تمام. لما احنا بنعمل الدمج اللي احنا بنعمله بنبقى الدمج ده السنسوري فايبرز اللي هي اصلا افرنت بيبقى الانفاصل بتروح ترجع فيها يعني تستيموليت حته السنسوري في البرين وفي نفس الوقت في ناحيه ثانيه افرنت تروح وتعمل دوس فايبرز طلع حاجه اسمها سبستنس بي. تمام. اللي هي البين بروديوسنج سبستنس اللي لسه هتعرفوها في سنه ثانيه. سؤال مهم جدا يا محمود، الكابيلاري فراجيلتي تيست كنت عارف كان ايه فكرته بصفه عامه؟ انا عارف ان ده عمل بس عارف كفكره بسرعه. كان فكرته ان انا بعلي البريشر على الكوف بحيث ان هو يبقى اعلى من البينس بريشر بس في نفس الوقت اقل من التربو بريشر. تمام. فيبقى البلط عمال يخش في الكابيلاري نتورك ما بيطلعش من يعني اللي بيحصل له بلوكج في الفينس بريشر فانا بدون الفينس بريشر. تمام. الفينس بريشر من اهم عوامل الكابيلاري بريشر. تمام. يعني اي زياده في الفينس بريشر بتزود الميت بريشر فانا كده بقى ايه ببقى عمال ازود طول ما انا سايب البيشن او عامل التست بسيبه بقى ربع ساعه فبيبقى البلط عمال ياكيوميليت في الكابيلاري نتورك يعلي الكابيلاري بريشر لحد ما يبدا الكابيلاري تنتجر. لو انا شفت من 0 ل 8 تي بي تي يبقى ده راجل طبيعي. تمام. شوف تي بي تي اكتر يبقى ده عنده كابيلاري فرجيلتي زي ده. ايه الاسباب اللي بتزود الكابيلاري فرجيلتي؟ ان هو مثلا ممكن يبقى يعني هل عنده السبستانسز نيدد فور نورمال كابيلاري فرجيلتي؟ نورمال كابيلاري ستراكشر نقص. تمام. دول انا بسميهم الثلاثه سي اللي هم الكورتيزول والفيتامين سي والكالسيوم. تمام. والتوكسنز طبعا ده ك ك ك يعني حاجه بتزود بتعمل كابيلاري دايليشن وزي الهيستامين والتوكسنز صح. عندنا كمان البلازما بروتين بذكر الكابيلاري لازم اقول وراها الليمفاتيك سيركيليشن. وات از ليمف؟ ليمف هو الاكسس انترستيشن فلويد. تمام. اللي انا برجعه للفينس بلاد من خلال الليمفاتيك او الليمفاتيك فيسلز. تمام. ايه هم الليمفاتيك فيسلز؟ في الليمفاتيك فيسل وفي الليمفاتيك كابيلاري. تمام. الليمفاتيك كابيلاري بيفرق عن الكابيلاري العادي انه ملهوش انتو بيزنس ميمبرين. تمام. في فرق تاني اهم. البورز واسعه جدا. وده يفيدني فيه. ده يفيدني كاديما سيستم فاكتور في ان انا لما يفيدني اساسا في ان انا اعمل ريتيرن للكولويدال او الاوزموتيك او البلازما بروتين اللي موجوده في الانترستيشن فلويد. يعني لو حصل كونفليشن جامد قوي دلوقتي ورحت انا مطلع كميات بلازما بروتين كبيره في هو اسف سنه بسيطه يا كلامك صح فانا برجعها للسيركيوليشن. سؤالي بقى
البلازما بروتين ازاي قدرت تعدي من الكابيلاري بورز وتدخل في التشيز بالرغم ان حجمها كبير او الموليكولر ويت كبير. عملت ايه؟ عملت الاغلب عملت ريجولر ترانسبورت صح. وفي نقطه ثانيه عايز اعمل عليها فوكس للناس اللي سامعانا، البروتينز غيرت من شكلها سيجار شيب. تمام. خلى عنده يقدر يعمل سيجار شيب ويخش في سيل فورس. تمام. دخل في الفيش صح. انت قلت بعمل الوش اوت ده قديمه سيفتي فاكتور، برافو عليك. بس قبل ما نقول قديمه سيفتي فاكتور عايزين نسال السؤال التقليدي، ازاي التيشو فلويد يتكون؟ التيشو فلويد هيتكون كبالانس من فورسز معينه بنسميها الستارلينج فورس. تمام. الفلتريشن فورسز والريابزوربشن فورس حاجه واحده بس. تمام. اللي هو البلازما بروتين اوزموتيك او كولويدال بريشر. تمام. او الاوزموتيك بريشر بتاع كولويدال بروتين ده 28 ملم. تمام. عندنا بقى الفلتريشن فورس. الفلتريشن فورسز اولها الهيدروستاتيك كابيلاري بريشر. تمام. ده بيبقى عند الارتيريولا اند. ده الوحيد اللي بيتغير عند الارتيريولا اند بيبقى 30 ل 35 وعند الفين 2.9 تمام. عندنا كمان الاوزموتيك بريشر بتاع البروتين الموجوده في الانتوستيشن فلويد ذات نفسها. تمام. 8 مللي كيوبر تقريبا. يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ 8 8 يبقى نيجاتيف. تمام. يعني ايه نيجاتيف؟ يعني هتسحب يعني احنا لما قلنا 28 قلنا معناها ان هي هتسحب 28 من الكابيلاري للسيشن فلويد. النقط 8 دي معناها ان هي هتاخد ناحيتها الفلويد من الكابيلاري الى الانترستيشن ستيت وداون. صح. ومعناها انها صب اتموسفيريك اقل من ضغط الجو 8 الجو 760 تبقى 752. صح. السؤال المهم بقى ليك يا محمود اوقفك في انك عايز تكمل الباقي لسه في ماينس 3 انا بس انا عايز اقول نقطه. ماينس 8 دي تفضل تزيد 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 معناها انها بتسحب ميه كتير لغايه كام؟ معنى الانترستيشن فلويد راشع عمال يزيد عمال يسحب ميه من الكابيلاريز لغايه المدى ضغط يبقى كام في الانترستيشن فلويد؟ لغايه ما يبقى هو بلس 2 تقريبا. بلس 2 دي معناها ايه؟ على الاتموسفيرك ب 2 ملم مركب. عارف معنى الكلام ده ايه؟ ربنا ادانا حمايه من ظهور القديمه 10 ملم مركب. من ماينس 8 للزيرو انا ماينس 8 من ماينس 7 6 لغايه صفر بعد كده بلس 1 بلس 2 فانا عندي 10 ملم مركب تقريبا سيفتي او ضمان قبل ظهور القديمه. تمام. طب دكتور جواب قال هنا هو انا كنت شفت ان هو البرينك فيدرز بيبقى زائد 6 من الميكروبيك وفيها الانترستيشن اللي هو النيجاتيف انترستيشن بريشر فده عادي. هل هو ده عشان هو كرينيوم؟ تمام. عشان فكره الكرينيوم فكره الكومباكت اللي هو موجود فيها. بس في نقطه ده انا تهمني النقطه الاهم. انا دلوقتي هيظهر القديمه بعد بلس 2 والسؤال اللي ليك يا محمود طب وبعد البلس 2 ايه اللي يحصل؟ ليه القديمه تبان؟ القديمه تبان لان بقى في فلتريشن دلوقتي بقى حصل ان هو الانتر لا ثانيه بقى في قديمه لانه البريشر اللي احنا بنتكلم عن بلس 2 دي اللي هي اللي موجوده في الانترستيشن ستيت. تمام. ما بقاش عاليه ما بقاش في بريشر جريدينت فما بقاش الفلتريشن الطبيعي بيحصل. هو الفكره كلامك صح بس النقطه الاهم اللي انا عايز اقولها اللي فاتت كابيلاريز هتفقد قدرتها بتاعت الفالز بتاعتها. كل ما يزيد البريشر انترستيشن فلويد المفروض ان هي تزق من فاتت كابيلاريز لبقيه الليمف فالز ويرجع لغار. الليمف كابيلاريز فيها فالز. الفالز ده من البريشر العالي هيحصل له ديسربشن مش هيقدر يبقى وان واي لا هيمشي الفلويد ويرجع تاني ويتبقى جوه التيشيرت. لما اتبقى ظهرت القديمه ففقد الكفاءه بتاعته ووصل لمرحله البلاتو مرحله الثبات. عشان كده دي نقطه مهمه في الليمفاتيك فالز دي مهمه. طيب في سؤال بقى مهم عايز اتقال. انت قلت لي ماينس 8 في فورس ثانيه كنت عايز انت تضيفها في الفلتريشن فورس في النيجاتيف انترستيشن فلويد بريشر. تمام. 3 مللي متر. تمام. يبقى كده مجموع الفلتريشن فورسز كلها على بعض كام؟ عند الارتريولر اند ولا الارتريولر اند هنجمع بقى 30 ل 35 خلينا نقول 30 زائد
8 زائد 3 باعتبارها ان هي بولز بقى مش حاجه تمام 41 تمام وفي ابسوربشن هيبقى بدل 30 هنقول 10 فهيبقى 10 زائد او لا احنا عندنا الري ابسوربشن حاجه واحده معلش انا فاهم حضرتك بتقصد الفين الثاني تمام يبقى الري ابسوربشن 28 مللي يبقى الفرق يبقى الفرق 41 و 48 13 ملم فريكتريشن تمام عند الارتيريور يعني الفينوس اند هيبقى الفينوس اند هنحسب بقى 10 زائد 8 زائد 3 يعني 21 و 8 28 يبقى 7 ملم لصالح الريابسوبشن تمام طيب ايه اسباب الاديما بصفه عامه يا احمد؟ الاديما اصلا معناها accumulation of swelling of tissues due to accumulation of interstitial تمام سببها كصفة عامة عناوين كبيرة increased filtration أو decreased reabsorption تمام ال increased filtration ممكن يحصل بسبب زيادة في الكابيلاري فلويد تمام أو زيادة في الكابيلاري permeability تمام إيه الحاجات اللي بتزود الكابيلاري permeability؟ مثلا التوكسين تمام الألرجنز زي الهستامين حاجات الكابيلاري دايليتورز حتى زي البراديكاينين الحاجات دي كلها بتعمل كابيلاري دايليتيشن بتزود الكابيلاري طيب ايه الحاجات اللي بتزود الفينوس بريشر؟ الحاجات اللي بتزود الفينوس بريشر مثلا الكونجستيف هارت فيلير ده فسيولوجيكال طب لو عايز اقول فيسيولوجيكال فيسيولوجيكال ممكن بريجننسي تمام بريجننسي انه بيعمل بريشر على على البنت فينز اليوترس صح برافو فالست الحامل عندها قديمه تمام طب في اسباب ثانيه للقديمه انت قلت الفلتريشن تمام ديكريز ري ابزوربشن ديكريز ري ابزوربشن بطبيعه الحال ممكن يحصل لو اهم ري ابزوربشن فورس عندي اللي هي الاوزموتيك بريشر البلازما روتين بتعملها قل تمام ليفر ديزيز قل السنسيتيف بتاع البلازما روتين كدني زاد الضغط الالبومين بيضيع في اليورين تمام او مثلا يبقى في نان نوتريشن صح ما باكلش بروتين كده في الاكل كده قلت قلت الحل ايه الحامل الثاني؟ الليمفاتيك اوبستراكشن تمام في الليمفاتيك اوبستراكشن سواء بسبب الليسانديزس او بسبب مالجنس كان في دوده معينه هي اللي بتسد الليمف بس دوده معينه؟ انت قلت صح الليمفاتيزس اسم المرض هي الفيلاريا اللي عملت مرض الفيل او الليمفاتيزس كده كلام جميل طيب في سؤال انا عايز اساله دلوقتي بذكر القديمه يا ترى البلمونري سيركيوليشن هنتكلم عليه دلوقتي البلمونري ايديما فيه ايه اسباب اذا حدث؟ اذا حدث هيبقى يعني اسبابه زي الايديما العاديه ان هو الكابيلاري بريشر زاد او ان هو الكابيلاري بيرميبيلتي زاد والفينس بريشر زاد والفينس بريشر صح فينس بريشر لو زاد فين ياثر على اللنج في احسن ايديما؟ لو زاد في الليفت فينت اللفت اتيوم صح هو لو حصل لفت فنتريكول ينعكس على اللفت صح ينعكس فيعمل البلمونري اديما بس دايما كل الكتب تقول ان في سيفتي فاكتور اجينست بلمونري اديما اعلى بكتير من اي اديما في سيستمك سيركيشن يا ترى ليه؟ لانه لو حصل لو حصل لي اديما في اي مكان في الجسم هعيش لكن لو حصل بالمونري اديما الجهاز اكستشينج هيبقى انتهى خالص صح انت قلت الهدف يا محمود قول لي بقى الميكانيزم الميكانيزم هو اللونج ريتش ان فات تمام وبتعمل مش اوت تمام وعندها نيجاتيف انترستيشن فلويد بريشر اكتر من ناقص ميركوري تمام زائد ان هي الكبدرس بتاعها ار كومبريس ما بين الالفيولاي وانا الحقيقه مش فاهم يا دكتور لما الكبدرس تبقى كومبريس ما بين الالفيولاي ده يعني هيبقى يعني دي لا هو مش فكر مش قصده كومبريس بمعنى كومبريس قوي هو عايز يقول ان الكابيلاري اكستشينج او الفلتريشن اللي هي هتعمله بينها وبين الالفيولاي ما بقاش في سبيس كبيره تسمح بظهور القديمه فحته هي حته هيستولوجيكال شويه بس في نقطه انا عايز اقولها في البلمونري سيركيوليشن ايه الكاركترز بتاعته؟ قبل ما اقول الكاركترز ونسمعها هقول لك حاجه يا محمود وتقول لي ايه اللي يميزها بينها وبين السيستم الريزيستنس اوف بالمونري اورتر عاليه ولا قليله؟ ليه؟ لان هو اولا ما فيهوش سموث ماسلز كتيره تمام ثانيا هو شورت احنا الريزيستنس اصلا ايه الايكويشن بتاعتها؟ 8 مضروبه في الفيسكوسيتي مضروبه في اللينث مقسومه على باي 4 فهو ما فيهوش سموث ماسلز كتيره فبيبقى وايد وهو اللينث بتاعه شورت فالريزيستنس بتاعته
تمام، دي نقطة جميلة عكس السيستم. طب البريشر جريدينت في البلمونري سيركيوليشن كام؟ البريشر جريدينت في البلمونري سيركيوليشن احنا عندنا تقريبا هي 9 تقريبا 9 اللي ما بين ايه اللي هو المين ارتيريال بريشر اللي هو البلمونري اللي هو ما بين ال 25 حضرتك تقصد المين ارتيريال بلد بريشر بتاع البلمونري سيركيوليشن بالظبط كده. طيب والدلتا بي عند اللفت سايد اوف ذا هارت يبقى تقريبا كام؟ انت عارف المين قصدي ما بين الاورطه وما بين اللفت اتريوم يعني الاورطه قصدي الاورطه والرايت اتريوم لغايه ما يرجع تاني الاورطه 93 تقريبا والرايت اتريوم الرايت اتريوم كمان 0 تقريبا اللفت 5 يعني تقريبا 90 او حاجه يبقى الفرق كبير جدا ما بين السيستميك وبين البلمونري. ايه تاثير الجرافيتي على البلمونري سيركيوليشن؟ اللنج يعني احنا عندنا اللنج لما نيجي نبص عليها كده ليها ايفيكت تو بيت. تمام. فاحنا بنقسمها من فوق لتحت زون 1 زون 2 زون 3. تمام. فزون 1 البريشر بيبقى من 3 ل 5 ملم مركوري. تمام. زون 2 بيبقى من 13 ل 15 وزون 3 من 3 ل 15. وحتى في طريقه سهله ان دايما الزون 2 بيبقى ب 15 فوق يبقى 10 وتحت يبقى 10 برافو عليك صح ده تاثير الجرافيتي. طيب في سؤال تاني البلمونري سيركيوليشن يتميز بلاد ريزرفوار تقدر تشرحه ازاي؟ هو زي السيستمك سيركيوليشن بين تمام لما يبقى في عندي حاجه بتبقى لو بريشر ده بيساعدني ان انا اسوي هو في الستاندنج بوزيشن بيبقى مخزن 600 700 مللي بالظبط وفي السوباين بوزيشن بيبقى مخزن 1000 1200 مللي 1400 صح تمام مللي لتر بالظبط. سؤال عن الفينوس ريتيرن مهم جدا لازم اساله ايه الفاكتورز افكتنج الفينوس ريتيرن ناخد بنقسمها لحاجتين الفورس سبرونج هو اصلا الفينوس ريتيرن يعني في كلمه واحده بيساوي البريشر جريدينت ما بين مين تربيلاتري بريشر والسنترال بريشر تمام فاحنا لو احنا نقصنا السنترال فينس بريشر او زودنا المين سيركاستري بريشر احنا بنزود تمام بنغير بنزود البريشر جريدينت انت اتكلمت على المعادله وده صح طب ازاي؟ ازاي؟ احنا عندنا فورس فروم ذا فرونت فورس فروم بيهايند فورس فروم ذا فرونت او فيدا فرونتو بتاثر على السنترال فينس بريشر تمام منها مثلا الثوراسيك بامب او الكارديك سامب تمام الثوراسيك بامب معناه انه اثناء الانسبريشن الثوراسيك بريشر بيقل السنترال فينس بريشر بيقل فبيسحب البلد اثناء الاكسبيريشن السنترال فينس بريشر بيزيد بيقلل تمام الكارديك سابشن بيبقى معناه ان هو اثناء الرابيد ايجيكشن فيز والرابيد فيلينج فيز في الهارت اللي هم بيبقى فيهم ضخ جامد قوي للبلد ده دول اللي بيقللوا السنترال فينس بريشر بيزودوا فينس لو في كونجستد هارت فيلير لو في ليفت فينتريكولر هارت فيلير ده بيزود سنترال فينس بريشر او رايت فينتريكولر هارت فيلير معلش بيزود سنترال فينس بريشر وبيقلل طيب سؤال اخير في الحته دي ايه دور السمباثيك على الفينوس ريتيرن؟ السمباثيك بيعمل فينو كونستريكشن لما يعمل فينو كونستريكشن هيقلل الكباسيتي تمام وهيزود الفينوس ريتيرن اللي هو عن طريق مين؟ عن طريق الفينوس ريتيرن طيب ده يعتبر فورس فروم بيهايند فورس فروم بيهايند السمباثيك بقى ستيميليشن والسكيلتال ماسل كونتراكشن حتى كنا خدنا في اناتومي ان هو بيقول لك ان هو الجاستروكنيميوس يعني بيشتغل كبريفرال فينوس هارت كمان السكيلتال ماسل فينو كونستريكشن وكان هناك امر اخر يعني نزلة الديافرام اللي هو عايز سؤالي بقى ايه هو الهيدروستاتيك ان ديفرنت بوينت؟ هيدروستاتيك ان ديفرنت بوينت بوينت 2 ل 3 انشز تحت الديافرام تمام البوينت دي اللي بيميزنا عن اللي بيتميز يعني فيها انه regardless of the position of the body يعني انا كده نايم مقلوب الفينس بريشر فيها ما بيتغيرش تمام ممكن تترفع امتى؟ لما يحصل لها شيفت لما يبقى في سيمباتيك ستيميليشن فينو كونستريكشن سكيلز ماسل اكتيفيتي كل الحاجات اللي بتزود والسويمنج والحاجات دي السويمنج اللي هو عشان الووتر يعني الووتر بريشر الانرشيا بتاع الميه فبيضغط عليها فبيرفعها زي نقطه متحركه بعوامل خارجيه صح
هنسألك محمود آخر حاجة، معلش تعبناك جدا، كورونري سيركيوليشن. إيه الحاجات اللي بتميز الكورونري سيركيوليشن بنقط سريعة؟ أول حاجة فيري ريتش بلاد سبلاي. طبعًا. كل كارديك ماسل فايبر له كبيرت. تمام. الحاجة الثانية إن هو فيري لو فينس أوكسجين ريزيرف. تمام. يعني الأرتيريال بلاد داخل الكابيلاري نتورك بتاعة الهارت مليان بالكمية العادية اللي هو الأكسجين بلاد 19.5 مل بير 100 مل بلد. تمام. طالع ب 5.5 مل بلد. تمام. طالع 14، فده فيري لو فينس أوكسجين ريزيرف. فالهارت في حالات الانكريز يبقى كده 2 كاركتر. الكاركتر بقى بتقول لي انه معنى كده ان هو في حالات الانكريز اكتيفيتي اوف ذا هارت، الهارت ما يقدرش يكستراكت اوكسجين بطل. تمام. الطريقه الوحيده عنده ان هو يقدر يزود الضغط لولو ان يحصل كورونري دامج. الكاركتر الرابعه ان هو ما الكورونري ارتيز فانكشنال ان ذا ارتيز. تمام. انا سموت موجود بس فايق. تمام. لو حصل بلوكج في اي مين كورونري ارتري هيحصل انفكشن في البارت. تمام. الحاجه الاخيره ان هو الليفت سيستول بيسبلاي بلد لكل الاورجنز اللي ما فيها الرايت اتريوم واللي ما فيها الاتريا كلها والفنتركلز ما عدا اورجن او ما عدا شمبر واحده اللي هي الليفت. وفي كاركتر مهمه كمان برضه محمود، نو اكسجين ديبت. عمر ما الكورونري بيلاقي الاكسجين ديفيشنس زي ما خدنا في المصدر في الاول. هو ايروبيك ميتابوليزم 100% 100%، بس ممكن يعتمد على اللاكتيك اسيد او الفاتي اسيد بنسبه 60%. ده في الريستنج كونديشن. هسالك عنوان ضروري بيتسال في كل امتحان شكل، وات از اوتو ريجيليشن؟ اوتو ريجيليشن هو الانترنزك ابيليتي بتاعت الاورجن، اي ناكل الاورجن بنتكلم عنه ان هو موجود في اكثر من حاجه. Intrinsic ability of the organ to maintain the blood supply بتاعه regardless of the change of the mean arterial blood pressure. تمام. الرينج بتاع الهارت بيبقى من 60 ل 140 ملي متر. تمام. ايه الميكانيزم بتاعه؟ الميكانيزم بتاعه ان هو انا لو انا دلوقتي الارتيريال blood pressure مثلا قل هيحصل تكريس تشو بالفيول يؤدي الى accumulation of vasodilator metabolite ادينوزين كاربون دايكسايد لاكتيك اسيد ديكريز اوكسجين، كل ده هيؤدي الى فاسو دايليتيشن. احييك يا محمود انك قلت الادينوزين اول واحد انه ذا موست امبورتنت كورونري دايليتر. ده سؤال ام سي كيو للناس اللي سامعانا، عشان كده انت اخترت الموست كومن. تمام. في سؤال هو مش الان او هو لا الادينوزين هو الاقوى في الهارت في الكورونري هو الاقوى، هو في نايتريك اوكسايد او الاندوثيليال درايف كولكتيك فاكتور ونايتريك اوكسايد. في حاجه عشان نحسب الموضوع ده، في قلنا مايوجينيك وقلنا ميتابوليك، عايز اقول لك ايه تاثير الهارت ريت على الكورونري سيركيوليشن بسرعه؟ الهارت ريت لو حصل ان هو في هارت ريت اعلى في الكورونري سيركيوليشن، الهارت ريت هو يعني طبيعي ان هو ده سيمبيتيك ستيميليشن، فده هيزود الاكتيفيتي بتاعت الهارت، هيزود الكارديك اكتيفيتي، فهيزود هيعمل كورونري دايليتيشن. لا هيعمل هيقلل الكورونري فلو. لما بتزود السيستول، لما كل ما انت تزود الهارت ريت بتعمل كونستريكشن للكابيلاريز والحته دي، فانت بتاثر على التايم اوف فيلينج بتاعها. ده انا قصدي اللي هو الهارت انفيرتيشن. اللي هو بيعتمد على الدايستوليك بريشر والدايستوليك تايم، فانا بقلل الدايستول فمديهوش فرصه ان هو. تمام. علاقة الكورونري بلاد فلو بالكاردياك سايت، هسألك سؤال موجه. الكورونري ارتري طالع من الأورطة، كلنا عارفين في رايت وفي لفت. إمتى الرايت كورونري فلو يصل إلى أعلى فلو عنده؟ في أي مرحلة في الكاردياك سايت؟ في الرابد ايجيكشن فيز اللي هي الطبيعي إن هو أغلب الأورجنز بيبقى أعلى فلو فيها. بيبقى في الماكسيمم ايجيكشن.